هو جوستومون اليوم نحيه ولا ما نحيهوش؟ هات نحن نفهموا وين ماشي بالضبط. يعني اليوم دعم المواد الأساسية، على خاطر كي نرجعوا مثلا للأرقام نلقاو قيمة الدعم المخصص للمواد الغذائية الأساسية تقدر ب 3771 مليون دينار مقابل 2200 مليون دينار سنة 2021. معناها ديجا هنا الدراسات بينت أنه تقريب 40% من الدعم المخصص للمواد الغذائية ما يمشيش غيالمون للعائلات التونسية. وحتى آخر مرة تصريح وزيرة التجارة تقول لك أنه فما منافس مع المواطن اللي هم المهنيين والصناعيين. يعني غيالمون اليوم أن نرفعوه ولا أن نخليوه؟ هو الساعة وين ماشي بالضبط كريم طرابلسي؟ هو جوستومون حتى هناك دراسة قام بها مركز البحوث الاجتماعية اللي تبع الحكومة، قام به فيما يخص مآل هالفلوس اللي ماشية للدعم. ثم هناك تقريبا 30% من كلفة دعم المواد الغذائية ماشية لغير مستحق، يعني لغير العائلات، يعني للمهنيين، للمطاعم، للنزل، وايضا ثم جزء كبير في يعمل في الكونكورنس مع المواطن. اكزاكتومون، يعني ماشيين لبرا، ثم تهريب مواد المدعمه، وثم ايضا السواح والاجانب اللي يجيو لتونس زاده يستنفعوا بهذه تقريبا. انت لكن اليوم هذايا كيفاش نجموا نفسروه؟ الجمعه اللي فاتت كان بحذايا محمد المسليني وقال لي معناتها كلمه، قال لي الدوله لا تعرف مواطنيها. جوستومون احنا توا هنا توا، هل يذهب الى مستحقيه او غير مستحقيه؟ ساعه المستحقين هم العائلات. العائلات، هناك عائلات فقيرة، هناك عائلات متوسطة، هناك عائلات غنية. ثم حديث حول إمكانية إرساء معرف وحيد، هذا نسمه عليه من يوم ما يبعثوا، يمشي الدعم سلون دي كريتير معينين، وهذا حسب رأيي أنا غير واقعي وغير ممكن على الأقل على المدى المتوسط. أنك باش أنه كل عام ثم ناس تخرج من خط الفقر، ثم ناس تدخل في خط الفقر. يعني المنظومة هذه لازمها تحيين سنوي، لازمها ان سيستيم دانفورماسيون تري كومبلكس تري كومبليكي. واعتقد انه اي ما يزيد، كان باش نحي الدعم باش يزيد يكثر الفقر، لا نحيش، ولكن نعطيه العائلات فقط دون تمييز بين الفقير وبين العائلات المتوسطة، لانه مبدا شمولية الدعم يعني مبدأ مهم جدا قائم عليه تونس. كما اليوم مجانية صحة ولا مجانية تعليم، ما تجيش تقول لا راه العائلة الغنية ما تقراش في كل بيبليك ولا ما تداويش في سبيتار. منظومة الدعم أيضا ممكن تناولها من هذا المنطلق، هي يعني جزء من تونس الاجتماعي وهي حق لكل مواطن. ولكن حتى كتوكي ناخذوا الأرقام، تحكيت على 3700 مليار، أو منهم 3000 مليار، يعني 3 مليون دينار حبوب فقط، حبوب فقط. وهذه معناتها الارتفاع تقريبا بين 2021 و2022 هو متأتي أساسا من ارتفاع المهول اللي شاهدوا لي بريم تاع خاصة لو بلي توندر، اللي تونس تستورد 95% من حاجياتها من الخارج. تعرف اللي 2021 فعل أزمة في أوكرانيا اللي هي أكبر منتج للقمح في هذا باش يكون عنده تبعات كبيره برشا، تبعات كبيره. يعني الارتفاع اللي حكيت عليه هذا يا فارس متاتي اساسا من ارتفاع السعر في الحبوب، في الحبوب بصفه خاصه. كي نشوفوا احنا التوانسه باش يستهلكوا خبز، خلينا نفكوه وي باش نشوفوا الفويت قداش. التونسي تقريب يستهلك بين خبزتين الى ثلاثه، بين باجيت وخبز كبير في اليوم. يعني تقريبا عندنا 7 مليون خبزة في النهار على تقريبا 2.7 مليون عائلة. في النقطة هذه في النقطة هذه باش نتفاعلوا مع بعضنا، حسام اليوم يقول لك انه المواطن يلزم يتحمل مسؤوليته، معناتها وخاصة في مسألة الخبز اليوم، لانه عندنا قديش من خبز معناها يمشي ويتلوح، يعني فما كمية تبذير. دونك اليوم انه نرفع انا الدعم ونخلي انه المواطن يتحمل المسؤولية نتاعو، وفي نفس الوقت انه هو بده يولي يستحفظ على هذه المواد، خاطر مش كما تكون المادة مدعمة كما يولي يشريها بسومها الحقيقي معناتها في الموضوع هذا. وتو نرجع بعد النقطة أخرى اللي هي زاد اليوم تقلق، اللي هي آفة الاحتكار والتهريب زاد في مسألة المواد، على خاطر زاد شنو هو اليوم السوق هنا قاعدين نعدلوا فيه، لكن اون فان كونت هاو روز مقطوع، هاو زيت مقطوع، هاو سميد مقطوع، فهمت؟ ونلقاوهم موجودين في ليبيا وفي الجزائر وغيره من البلدان الاخرى. لكن نرجع للنقطه هذه معاك فارس، اسهل حاجه اللي نحمل مسؤوليه المواطن. وقت اللي ما عندناش حلول شنو نعمل؟
نجيو نقولوا يا مواطن راك انت اللي قاعد تبذر، راك انت اللي قاعد تصرف اكثر من اللازم. سوني فافري قديش قاعد يبذر في الخبز المواطن، وقديش من العجز نتاع ديوان الحبوب جاي من الاستيراد نتاع القمح الصلب والقمح اللين اللي نعملوا به في المقرونه، نصدروا فيها ساعات بطريقه قانونيه وساعات بطريقه غير قانونيه ليبيا مكنتره. راهو المواطن اسهل واحد باش نقولوا له راهو منك انت المواطن. تعرف قديش يلوح خبز؟ 900,000 خبزه يوميا، اي بما يعادل 100 مليون دينار سنويا. هذايا اكثر من 15% من الخبز اللي يشريه التونسي ويتلوح. انا مساند حسين، تكمل حسين. معناها التبذير في المواد الاستهلاكيه وفي الماكله خاصه افا عالميه، وماذا بينا نرشدوا المواطن، وماذا بينا التونسي ما عادش يلوح حتى شيء، لا خبز لا مقرونه، لا هو كان جا خالط على الحمره ويطيش في الحم، مالوريزمون ما يخلط كان على الخبز. هذاك علاش نجموا نحسبوا قداش يطيش خبز، راهو اسهل حاجه نحمل مسؤول المواطن. لكن مالوريزمون المشكله نتاع الدعم نتاع الحبوب راهي ماهيش من تبذير المواطن، المشكله فما كارتيل نتاع سوحة حكمة، فما كارتيل نتاع المطاحن اللي عندها معامل مقرونه تفرض على الدوله باش تستورد برشا قمح صلب باش تعمل به السميد، وبرشا قمح لين باش تعمل به الفارينه، تحولوا وتبيعوا لبرا. اش معناها يقول راهو الدعم مش ماشي المستحقيه؟ راهو مانيش نحكيو عائله فقيره وعائله لاباس عليها، الامر العالي عام 49 نتاع اللي عملوا البي راهو يقول لك اي مواطن تونسي الدوله لازم تتكلف له جزء من المصاريف غير مستحقيه. راهو معامل، راهو حتكشي 2016 كانوا المعامل نتاع الجازوز ومتاع الشوكولاته ومتاع الشاميه ومتاع الكحول يستعملوا سكر مدعم، كان 50% من مصروفنا تاع السكر المدعم يمشي للمعامل هذوما، هذه حاجه غير قانونيه. انت اليوم نقص فلوس برا مشي لهم احسب لهم قداش خذوا فلوس غير قانونيه للمعامل هذوما قول لهم رجعوا لنا. راهو حتكشي 2018 لي سيمونتري اللي يعملوا سيمين اللي هي اكثر حاجه يصرفوها في الضوء، التريسيتي اللي كانوا يشريوه كان مدعم. هذاك علاش تلقى اسبانيور وبرازيليان وبرتغي في تونس يصنعوا في السيمين، ونحن سوق صغيره على خاطر كانوا ياخذوا في الضوء بلاش. برا نمشي نقول لهم الفلوس اللي خذيتوهم هذوكم عن غير حق رجعوهم لنا. اليوم اذا كان نحبوا نوفروا مداخيل للدوله، علاش اول ريفلكس عندنا نمشيو المكتوب للمواطن؟ كيفاش نحن عندنا منظومه راهو شوف الرابور نتاع انت قداش قلت 3000 مليار. شوف الرابور نتاع الوات فينانس اللي خرجته وزاره الماليه، لي ديبونس فيسكال نتاعنا 5 مليار دينار نتاع 2019. معناها الدوله قاعده تشجع في المستثمرين، ورئيس الجمهوريه قال كلمه صحيحه، شجعناهم ما حبوش يتشجعوا ب 5 مليار دينار. ما تشجعوش حاجتك بفلوس، انت اليوم تعيش عجز، شنو هو الريفلكس اللي عندك مش ناحي مكتوب مواطن؟ برا ناحي من البلايص الصحيحه. واليوم الصحيح اسكو غيالمون المستثمر قاعد يجي ولا لا؟ معناتها هو زاد ساتون اتراكتيفيتي هذه تعملت للمستثمر باش يجي وباش ينتج وباش يخلق الثروه، لكن اليوم فما عوائق اخرى اللي تخلي زاد المستثمر، منهم العوائق الاقتصاديه، لكن زاد فما الجانب السياسي مطروح جدا اللي يخلي اليوم المستثمر ما عادش يكون موجود. كنت حبيت تعلق اكزاكتومون على الكلام اللي كان يقول فيه حسام. اكزاكتومون موافق حسين برشا في انه المواطن معناتها اسهل، ان نقولوا اسهل حاجه انك تحمل مسؤوليه المواطن، تنزل ديريكتومون على المواطن. فكرت على التبذير، شنو هما 100 مليون دينار بارابور ل 3000 مليار سي ريان دو تو. احنا توا كي نرجع لك على الاستهلاك التونسي، استهلاك التونسي في النهار استهلك بين زوز وثلاثه خبزات. كان انا ندعم التونسي بدينار في النهار، العائله التونسيه نحكي هما 3 ملايين عائله، لو كان ندعم كل تونسي نعطيه دينار في النهار اليوم مش ياخذ فيهم تو، ياخذ تقريبا في 250 فرنك على الخبزه. هو حصه التونسي من دعم المواد الاساسيه 217 دينار للفرد، لكن 20% من التوانسه الاكثر فقرا هما ياخذوا 194 دينار، معناتها مقابل 227 دينار بالنسبه للطبقه الميسوره الحال. انا نحكي ديما مبدا شموليه منظومه الدعم، ما نفرقش بين، نحكي على العائلات ككل غنيه وفقيره، يعني لو كان كل نشوفوا في التابلو ديجا لو كان كل عائله تونسيه هنشوفوا قداش الباكيت الكعب تقريبا مجموع 114 بالنسبه للفرد و 121 بالنسبه للخبز الكبير. العائله تقريبا فيها ثلاثه بين ثلاثه واربعه افراد، يعني تقريبا نجم نقولوا كل عائله تونسيه عندها بين زوز وثلاثه كعبات باكيت ولا خبز. كان نعطيها انا دينار كل عائله في اليوم كدعم، اللي هو مش قاعد ياخذ فيهم تو، ياخذ اقل برشا، يتكلف رخص للدوله، يتكلف مليار دينار فقط. نزيدوهم السميد، خاطر ثم شكون ياخذ السميد؟ السميد تقريبا التونسي كما نشوفوا في التابلو هذايا التونسي يستهلك 37
كيلو سميد في 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 العام في العام. سيدي نعطيك انا 100 دينار في العام ل 3 مليون عائله كدعم. كيف كيف يجيو هذوما 300 مليون دينار في كل الحالات نقاول فويت هذيا بين 3.7 مليار دينار وبين 1.3 اللي تمشي للعائلات. يعني هذايا هو الفويت اللي ما لكن زاد اليوم نحكيو على التهريب فوالا لكن نحكيو على المطاعم نحكيو على النزول نحكيو على السواح. لكن اليوم كريم كان نجيو نقولوا فما 20% لاباس عليهم معناه اليوم ما ينجموا ما همش مستحقين للدعم وفما 80%. انت علاش ما تعطيش توصل اليوم تعطي ل 80% يعني وترفع الدعم وانت في نفس الوقت تنقص نفقات الدعم على على ميزانيه الدوله لانه 3.7 مليار دينار راهي مضخمه مش جراء استهلاك العائلات مش جاي من العائلات هو جاي من الفويت هذه اللي ماشيه لغير العائلات من مهنيين من تجار من ديباتيسري من مطاعم من نزل إلى آخره. حتى ولو كان ناخذوا تابلو هذه ونستثنيه العائلات الأكثر غناء لو ديرني كارتيل مثلا 25% الأكثر غناء في تونس يعني هذا مش بشي طيح برشا من كلفة الدعم على المستوى نحكي الاقتصاد الكلي. يعني لو كان نحبوا نعالجوا المسألة هذه ما نعالجوهاش على مستوى يعني التفرقة بين العائلات الغنية والعائلات الفقيرة لا نخذهم أول حاجة نتفاهموا على مبدأ أنه الدعم يمشي كان للعائلات الوقت اللي لأنه الفويت الكبيرة المبلغ الجاسبياج الكبير اللي قاعد يصير هو في توظيف المبالغ الكبيرة لفائدة غير العائلات يعني من مهنيين وتجار إلى آخره. ثم مشكل آخر سامحني مربوط بحوكمة منظومة الدعم جستما. كيفاش يمشي دراه منظومة معقدة ياسر منظومة متحجرة موروثة من السبعينات وما تطورتش ما هيش قادة عايش في وقتها يعني جستما. ما تواكبش زادة تغير كرفة الانتاج رأي مشكلة كبيرة طوى علاش الفلاح التونسي ما عادش حب يصنع ما عادش حب يزرع وما عادش خالص ما عادش حب يزرع القمح اللين أو القمح الصلب علاش لأنه كلفة الانتاج ترتفع دونك شقاع والسعر اللي تشري به ديوان الحبوب فيكس دونك ما عادش يولي يزرع قمح لأنه نورطات كيما بالنسبة للحليب كيما بالنسبة للعظم المواد اللي تتقطع الكل وطوى نحكي وإحنا سميد مقطوع جوستمو رمضان هاو جاي نستعمل الخبز وتعمل غيره جوستمو لأنه منظومة الدعم هذه منظومة غيجيت يعني الأسعار فيها ما تواكبش تطورات متاع السوق هذه منشيرة ثم تداخل عديد الأطراف ثم وزارة التجارة هاي. شو تعمل وزارة بالنسبة للحبوب وزارة التجارة للفلاح لا مش فلاح الفلاحة الوزارة ديوان الحبوب ديوان الحبوب كما قال تو حسام يعدي الفلوس للمطاحن المطاحن بعد قسم فما الفرينة اللي تمشي الكوش كاتيجوري آ وكاتيجوري بي وفما اللي يمشي للعجين الغذائي وبعد شكون يراقب تو هذه وزارة الفلاحة وبعد ترجع وزارة التجارة هي المكلفة بالمراقبة وهذيك علاش يعني هذه النقطة هذه اللي أنا واحد من الناس نحب نفهم عليها تعرف يكثروا لي زاكتور يكثروا لي فلو تكثروا لي يكثروا